مهرجان الظفرة لمزينة الإبل تظاهرة تراثية تهدف إلى التعريف بالثقافة البدوية والحفاظ على التراث ووضع المنطقة الغربية لأبوظبي، حيث ينظم المهرجان على الخارطة السياحية. انطلق مهرجان الظفرة لمزينة الإبل عام 2007 بتنظيم من هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وهو اليوم حدث سنوي ضخم يشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة، ويستقطب اهتمام وسائل الإعلام المحلية العربية والعالمية. كما يجذب مهرجان الظفرة أعداداً كبيرة من ملاك الإبل من كل دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى كالأردن واليمن. ونتيجة المشاركات المتزايدة التي يشهدها المهرجان سنة تلو الأخرى، قررت اللجنة المنظمة في النسخة الأخيرة زيادة مجموع الجوائز في مختلف المسابقات والفئات والأشواط، ورفع عدد أشواط مزينة الإبل لاستيعاب أكثر من 1500 مشارك و25 ألف ناقة. وبالإضافة إلى مسابقة مزينة الإبل، يشمل مهرجان الظفرة فعاليات ومسابقات منوعة تهدف إلى صون التراث الثقافي للإمارات، كسباق الهجن التراثي، مسابقة دسلوقي، مسابقة الصقور، ومسابقة الحلاب، الهادفة إلى اختيار النوق الأكثر إضراراً للحليب وتشجيع ملاك الإبل على اقتنائها. كما يقدم المهرجان مسابقة مزينة أفضل أنواع التمور، إضافة إلى السوق الشعبي الذي يعرض صناعات محلية إماراتية ذات صبغة تراثية ثقافية. الإقبال الكبير والمتزايد الذي يشهده مهرجان الظفرة لمزينة الإبل في زمن تغزو فيه التكنولوجيا الحديثة حياة الإماراتيين، يؤكد أن الحداثة لا تتنافى مع الإرث الثقافي للدولة، ويشكل دليلاً على نجاحه في تحقيق أهم أهدافه، وهو زرع التراث في نفوس أبناء الجيل الجديد.